المخالفة طويلة في اتجاه علي الزيتوني، تمشي رينالدو، حسن القبسي، باهية من حسن القبسي لعلي الزيتوني ما توصلش رينالدو. باهية كانت العملية للترجي، لكن كرة حسن القبسي ما وصلش رينالدو، ترجع رينالدو مرة أخرى والشيحي. هدف ممتاز، هدف ممتاز جدا من سراج الدين الشيحي، تصويبة قوية، والهدف الأول لصالح الترجي التونسي. 4 دقائق لعب منذ بداية الشوط الأول لمباراة الترجي التونسي والنادي المنزلقي، هدف حلو، هدف حلو وتصويبة قوية من الشيحي. كيف ما جات الكرة والإعادة، رينالدو ترجع الكرة قدام سراج الدين الشيحي كل قوة على يسار الحارس حسن البجاوي، ويكون الهدف الأول لصالح الترجي، وهجوم معاكس لصالح الترجي التونسي. باهي تمريرة فيصل بن أحمد البلال الأحمر، وخالد مرادي يدخل وترجع البلال الأحمر. رينالدو، رينالدو، رينالدو قدام هشام الصيد، يرجع الكرة التالي لحسن القبسي، القبسي الشيحي، الشيحي، وباهي التمريرة لفيصل بن أحمد يخرج من الدفاع، وتمريرة حلوة وذكية وهدف ثاني، تمريرة ذكية برشا من فيصل بن أحمد، وعلي الزيتوني المرة هذه ما ضيعش الفرصة ويسجل الهدف الثاني لصالح الترجي التونسي في الدقيقة 28 من الشوط الأول للإعادة. التمريرة من الشيحي الفيصل بن أحمد، علي الزيتوني يتبع الكرة، تمريرة أرضية من فيصل بن أحمد، وعلي الزيتوني ما يضيعش الفرصة ويسجل الهدف الثاني لصالح الترجي، هدفان لصفر للترجي التونسي. وليد أية الإمام قدامه يحط كرة قصيرة لحسن القابسي، قابسي جعايد، جعايدي المراد المالكي، حسن القبسي، حسن القبسي بين الأحمر، مراد المالكي، مراد المالكي على الجهة اليمين لطارق ثابت قدامه زياد الكافي، طارق ثابت تمريرة المكان سيلولو ترجع قدام القبسي، القبسي مراد المالكي، تتعدى الكرة والهدف الثالث، تتعدى كرة مراد المالكي، الهدف الثالث لصالح الترجي التونسي عن طريق طارق ثابت. باهي التمريرة من مراد المالكي، واستغلال التمريرة كان محكم من طارق ثابت، والهدف الثالث لصالح الترجي في 42 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. تتغير النتيجة وتصبح 3 أهداف لصفر لصالح الترجي التونسي.